إطار التعاون بين الجامعات الشارقة وإدارة التثقيف الصحي برنامج صحبتي ألقيت محاضرة بعنوان النشاط البدني، وتطرقنا خلال تلك المحاضرة إلى تعريف النشاط البدني وخروجه من الإطار الخاص بالنشاط الحركي إلى الإطار العام لأسلوب الحياة والاستقلالية خاصة لكبار السن. الثمانية مبادئ للنشاط البدني وكيفية تنسيق النشاط البدني لكل فئة عمرية وجسدية. وكان هناك الكثير من النقاط التي تطرقنا إليها، ويجب أن نذكر أن هناك كم ولو ضئيل من النشاط البدني للحفاظ على الصحة والعافية. الصحة هي خلو الجسد من الأمراض، أما العافية هي الصحة الجسدية والصحة النفسية. ودمتم بعافية.